طيب الاستقرار ضرورة تشكيل جبهة سياسية وطنية موحدة كما طرح في مبادرة حركة الشعب لدعم قرارات الرئيس، ولكن ألم تدعم هذه التيارات مسبقا سلفا قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد؟ يعني مما تخشى حركة الشعب؟ لا، حركة الشعب كان هناك ائتلاف مع بعض الحساسيات وبعض الأحزاب الصغيرة في تونس لتشكيل حزام حول الرئيس، وأنا لا أعتقد أن الرئيس بحاجة إلى هذا الحزام. الرئيس فعل وارتأى وقرأ قراءته الخاصة بالفصل 80، له الآن كل السلطات، لا يستحق، رأى الدعم الشعبي، هو الآن رأى الدعم الشعبي، وحركة الشعب حكمت مع الإخوان في الحكومة قبل الأخيرة. كان هناك وزراء من حركة الشعب، وبالتالي الرئيس الآن له كل السلطات مجمعة الآن بيديه، نحن فقط ندعوه لكي لا يتعسف في استعمالها، وأن يحترم الحريات الشخصية، وأن يحترم القضاء. ولكن حركة الشعب، هل هذه المخاوف مبررة؟ فكرة إنه الخوف من الخوف على الحريات وعلى الحقوق وما إلى ذلك، هل هي بالفعل مبررة؟ لأنه يعني آخر استطلاع للرأي بيقول إنه أو تحدث على إنه 90% من الشعب التونسي يوافق على قرارات الرئيس التونسي. هو الحقيقة صرح الرئيس بأنه لن يمس من الحريات الشخصية، هذا ما صرح به، لكن التخوف جائز، ومن الضروري التنبيه إليه، لأنه مثلا عندما تعرض إلى قائمة الرجال الأعمال الذين دعاهم إلى تسوية قانونية على أساس أنهم بين قوسين فاسدين، المفروض كان يلتجئ إلى القضاء ولا يلتجئ إلى القضاء الفيسبوكي أو إلى القضاء عن طريق لجان أو غيرها. هذا هو الخوف، أن يكون هناك تعسف في استعمال السلطة، لكن الشعب إلى حد الآن منحاز إلى هذه القرارات وينتظر. ولكن خاصة كما تعلمين يعني سيدة عواطف أنه نحن نعلم أنه تقريبا كل مؤسسات الدولة بها هذا التيار، وبالتالي لهذا اتخذ الرئيس التونسي هذه القرارات الاستثنائية دون اللجوء إلى القضاء. جميع المؤسسات وفقا للمعلومات التي لدينا وفقا طبعا لحديثنا مع المسؤولين في تونس هي يعني فيها هذا التيار، وبالتالي لهذا اتخذت هذه القرارات. سيدتي أنت، القضاء فعلا كان بيد الأخوان في تونس، لكننا أيضا لا نريد أن يكون هناك تغير من قضاء يسيطر عليه الأخوان إلى قضاء يسيطر عليه حركة الشعب أو التيار أو غيره. نحن نريد مؤسسات مستقلة تخدم المواطن وتكون وطنية، وهذا ممكن. القضاء في تونس هو قضاء يستطيع أن يتعافى إذا ما توفرت الإرادة السياسية. ما كان ينقص تونس فقط هو الإرادة السياسية، لأن المقود كان بيد الأخوان المسلمين في تونس، وعليه إذا توفرت الإرادة السياسية، وهذا ما حسبناه متوفرا لدى رئيس الجمهورية عندما قام بهذه القرارات، لديه الإرادة السياسية، وعليه فأن القضاء سيكون محمي بهذه الإرادة، وسيشتغل بصفة آلية وتحت رقابة الشعب التونسي. نحن نطالب بالشفافية، ونعتقد بأنه سيكون هذا. بالنسبة للأخوة المسلمين اللي لم يشارك في الحكومة عادي، هم موجودين في الإدارة كغيرهم، لكن المهم أن لا يستلموا المقود. من يستلم المقود تكون له الإرادة. نحن كحزب معارضة لدينا البرنامج ولدينا كل مقومات الحكم، ولكن لسنا في الحكم. طب كيف يتم حل هذه المعضلة؟ لأنه التونسيون بيعتبروها معضلة، فكرة هيمنة وسيطرة النهضة على معظم مؤسسات الدولة. ما الذي يجب أن يتخذ الرئيس التونسي من قرارات أيضا الفترة المقبلة دون الخروج عن صلاحياته، ولكن تضمن هذه القرارات بأنه تبقى هذه المؤسسات تونسية وليست تابعة لأي تيار؟
فعلا ما تفضلت به هو المطلوب، هو أعلن في بيانه بأن هذا ما سيكون، الآن ننتظر الآليات كيف سيفعلها، وهذا لا يتطلب شيئا كبيرا، يتطلب حكومة ليس بها أخوان أو توابعهم أو المتحالفين معهم سابقا، هذا يضمن حياة الحكومة وبعدها عن هذا التنظيم، ثم يمر إلى أولويات الشعب التونسي من المصادقة على ميزانيته، من التصرف في الجائحة، فقط الإرادة وإبعاد هذا التيار عن مفاصل الحكم، وسوف تكون الأمور بسلاسة وتمر بسلاسة، وسوف يجد أن الشعب قد التف به، ثم يرى الشعب بأن هناك محاسبة عبر الجهاز القضائي وعبر قضاء عادل وشفاف ووفق ملفات ينتظرها الشعب التونسي، ونمر رويدا رويدا نحو الاستقرار. المهم أن يمر الآن رئيس الجمهورية إلى تفعيل ما قاله. إلى حد الآن إذا كان لدينا رئيس حكومة، إذا كان لدينا وزراء ليس لهم ولاء لهذا التيار، إذا تنحى راشد الغنوشي أو وقعت أو استقال أو سحبنا منه الثقة في البرلمان، إذا كان وزير الصحة وتوفرت الإرادة فسترجع البلاد التونسية للعمل، لأن الكفاءات التونسية موجودة ولأن الشعب التونسي يطالب بهذا. وعليه إذا اتخذ الرئيس قيس سعيد في الساعات القليلة القادمة هذه الإجراءات، فإنه طبعا سيجد التفافا من الشعب، وسيجد طريقة لتنفيذ هذه القرارات. أعتقد أن خريطة الطريق واضحة، يجب أن لا يكون هناك تعسف في استعمال السلطة، حكومة خالية من غواصات الأخوات ومن الأخوات. هو لديه الآن الرقابة على هذه الحكومة بأنه هو الذي سيختارها وهو الذي أيضا سيراقبها، القضاء سيشتغل عادي بأموره العادية، والخريطة واضحة، خريطة الطريق واضحة، والأمور ليست بالتعقيد. رد فعل المجتمع الدولي والذي ربما نحن تابعنا أنه لم يكن هناك رفض لهذه القرارات، لأي مدى هذا الرد رد فعل المجتمع الدولي من القرارات الاستثنائية اللي اتخذها الرئيس التونسي جاءت لتشكل دعم لما أتى به؟ فعلا نحن لم نرى أحدا، هذا التيار الأخواني لم يجد أي دعم خارجي تقريبا، كل الدول لم نرى هناك اعتراضا، وهذا معقول لأنه هذا شأن داخلي وسيادي، ولأن الشعب التونسي التف حول هذه القرارات التي انتظرها لمدة عقد من الزمن، وخاصة في الخمس سنوات الأخيرة. وعليه هذا الدعم يعطي أيضا لقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية دعما آخرا داخليا وخارجيا لمواصلة المضي قدما في هذا الاتجاه، وأن تكون هناك حكومته، وأن لا تستمر هذه الوضعية، لأنك تعرفين سيدتي بأن الأخوان المسلمين قادرين على التشكل وقادرين على الوساطات وقادرين على اللوبيين. ولكن على الأرض هل هناك حاضنة لحركة النهضة في الوقت الحالي؟ هل لديها شعبية وبالأخص في المناطق الفقيرة التي كانت تستعمل فيها المال؟ لأن هناك يعني تقارير تشير إلى أنه تم شراء الأصوات في 2019. فعلا هناك تقارير تقول بأن هناك تجاوزات وهناك تمويلات خارجية قد وقع استعمالها للصعود إلى للفوز في الانتخابات، وهذا ملف قد أثارته دائرة المحاسبات، وهناك من تقدم بالشكاية في الغرض، ونحن أيضا متقدمين في الشكاية في التمويل الخارجي. هذا يسقط قائمات الأخوان المسلمين وقائمات أحزاب أخرى، وهذا يمكن أيضا أن يساعد رئيس الجمهورية أصلا في تخليهم من المشهد حتى داخل البرلمان، حتى لا يعطلوا مستقبلا ان رجع البرلمان الى العمل او غيره، ان يعطل هذا التوجه. ثانيا بالنسبه للحاضنه الشعبيه،
التونسيين أعتقدوا عندما انتخبوا الإخوان المسلمون بأنهم سوف يرفعون من مستوى عيشهم، وبأن دراسة أبنائهم ستتطور، بأنهم سيشتغلون، وبأنهم وأصبحوا اليوم لا يجدون الماء، الماء تقريبا غير موجود في تونس، لا يجدون العمل، البطالة منتشرة، الفقر، الأوضاع الاجتماعية، وبالتالي لا أعتقد أن هناك حاضنة واسعة لهذا التنظيم. أعتقد جيدا وجازمة، وعندما دعا راشد الغنوشي أنصاره بالالتحاق به أمام البرلمان لم يلتحق العديد من الأنصار. هناك قناعة بدأت تتشكل في هذا الصدد، ونحن فعلا الإضافة قيس سعيد طالبنا منه أن يجفف المنابع، لأن التنظيم القرضاوي واتحاد القرضاوي فرع تونس يمرر أجندته الخفية لتسميم العقول، ونحن قد طالبنا قيس سعيد بغلق هذا التنظيم في تونس. كذلك هناك الجمعيات الخيرية، هم يحكمون الناس بالجمعيات الخيرية وبالإعانات لإسكاتهم ولكسب أصواتهم. طالبنا أيضا رئيس الجمهورية بأن يحل هذه الجمعيات، وبأن لأن هذا التنظيم يمول نفسه من هذه الجمعيات، من هذه الشبكات. فإن توصل رئيس الجمهورية إلى تنفيذ هذا في خلال الأيام القادمة، فإنه لن يكون هناك حاضنة شعبية، وسيرتمي الشعب في أحضان حكومة قادرة، وسيؤيد حكومة قادرة على تحقيق آماله والرفع من مستوى عيشه وتحسين وضعيته، وأن ينظر إلى الأمل من جديد. وهذا ما نتمناه سيد عواطف بإذن الله. كل السلام. شكرا. كل السلام وكل الاستقرار للشعب التونسي الشقيق. كنت معنا من تونس الأستاذ عواطف قريش، عضو الحزب الدستوري الحر.